شوف هقول لك، لقب صوت مصر انا ما اخترتوش لنفسي، اللقب ده بقالي سنين بسمعه واتكتب كتير يعني في مقالات صحفيه، اتكتب يوم ما غنيت السلام الجمهوري، وكنت اول صوت نسائي يغني السلام الجمهوري لجمهوريه مصر العربيه، وغنيت النص الكامل. لما نزل السلام الجمهوري بصوتي اتكتب على تتر مسلسل الاختيار صوت مصر انغام. فانا ما اخترتش اللقب لنفسي، بس انا بعتز باللقب طبعا، ما فيش كلام يعني اني اكون انا صوت مصر ده شيء يشرف ويسعدني، وهعيش حياتي احافظ عليه اكيد يعني.